الأستاذ عمر عادل يقول: هل يجوز إعطاء ابنتي جزء من زكاة مال أخوها؟ لأن زوجها مرتبه لا يتعدى 1700 جنيه وعندها طفلة ولا يمكنه العمل في دوام آخر لأن شغله شفتين متغيرين، علما أن ابني يعطيني زكاة ماله لأصرفها في مصارفها. نعم يجوز، يعني كأنه ابنه موكل، ابن وكل أباه في أن ينفق زكاته ويخرجها للفقراء، فهو يقول أن أخته، أخت ابني هذا اللي هي بنتي، زوجها على قد حاله مرتبه قليل وما عندوش طريقة أنه يشتغل شغل تاني عشان ظروف شغله وكده، فينفع عديها من الزكاة بتاعت أخوها؟ آه ينفع، وينفع أخوها يديها أصلا من زكاته.